أتحول بكم الآن إلى بروكسل. معي من هناك موفد بي بي سي عصام عكرماوي. عصام مرحبا بك، لو تطلعني على أجواء الجلسة، يبدو أنها لا تزال منعقدة، ما الذي يجري فيها؟ هناك لقاءان توني، اللقاء الأول هو يضم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو كما ذكرت مع زعماء الاتحاد الأوروبي، وهناك لقاء آخر بعد الظهر سيكون لدول الاتحاد الأوروبي فقط دون مشاركة تركيا. دول الاتحاد الأوروبي تولي أهمية كبيرة لموضوع المهاجرين أو اللاجئين، هناك خلافات حول تعريف من هم اللاجئون ومن هم المهاجرون. دول الاتحاد الأوروبي تريد من تركيا أن تساعد في إعادة أشخاص لا يعتبروا لاجئين، يعني من غير السوريين، من جنسيات أخرى وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين السوريين، لكنهم يصنفون في هذه الدول على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية. دول الاتحاد الأوروبي تريد من تركيا أن تساعد في إعادتهم. أيضا هناك مطالب من تركيا بتجديد الإجراءات، إجراءات العبور، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى اليونان بالتحديد، يأتون من الأراضي التركية. هناك طلب أيضا من حلف الناتو بأن يساعد في عملية ضبط المياه الإقليمية بين تركيا واليونان. وجود أحمد داود أوغلو اليوم هنا جاء لمناقشة هذه التفاصيل، الدور الذي ممكن أن تلعبه تركيا في هذا المجال. هناك وعود أوروبية لتركيا بتقديم مساعدات بحوالي 3 مليارات يورو. أيضا تركيا تريد أن تستفيد من هذه الأجواء من خلال الطلب مثلا من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف إجراءات التنقل للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد. تركيا كما تعلم قدمت طلب عضوية منذ فترة طويلة لكن طلبها لم يقبل، لكنها يبدو في هذه الأجواء تحاول أن تتقرب من دول الاتحاد الأوروبي وتستفيد من الوضع القائم. وعصام، وأنا أتحدث إليك، نشاهد الآن على الشاشة صور حية تأتينا من نقطة الحدود بين مقدونيا واليونان، صور لمخيم للاجئين السوريين وغيرهم من القابعين على هذه المنطقة. دعني أسألك عصام، ما أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه هذه القمة التركية الأوروبية فيما يتعلق بخطوات أنية مستعجلة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر إيجا في غرب تركيا؟ بالفعل توني، هذه الأولوية القصوى لدول الاتحاد الأوروبي. اليوم ذكر مصدر هنا أنه يعبر من تركيا إلى اليونان حوالي 2000 شخص يوميا، وأنه مع نهاية هذا، إذا استمر هذا المعدل في عبور الأشخاص مع نهاية الشهر الحالي، فإنه سيكون قد عبر حوالي 100,000 شخص من تركيا إلى اليونان. أنت ذكرت مسألة العالقين على الحدود بين اليونان ومقدونيا، هذه مسألة مثيرة للجدل. هناك اتهامات وانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي، مثلا المستشارة أنجيلا ميركل انتقدت الحكومة اليونانية التي لم تستطع توفير أماكن لإيواء حوالي 50,000 لاجئ كما تعهدت. دول الاتحاد الأوروبي ستساعد اليونان على أن تقوم باستقبال عدد من هؤلاء اللاجئين وإيوائهم، لكن هناك غياب لاستراتيجية واضحة في دول الاتحاد الأوروبي. هناك حديث عن ضرورة إعادة النظر في ترتيبات دبلن التي تنص على أن من يدخل إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن يسجل اسمه فيها وأن يطلب اللجوء فيها، تغيير هذا النظام بحيث يصبح أكثر مركزية، بحيث يتم البت بالطلبات بشكل مركزي على أن توزع أعداد اللاجئين على عدة دول. أيضا هناك الموضوع الشنغن والتنقلات الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي بعد تعليق 8 دول لعمل اتفاقية الشنغن وفرض إجراءات رقابة على حدودها. كل هذه القضايا سيتم بحثها اليوم في هذه القمة. شكرا لك زميلي عصام عكرماوي، موفد بي بي سي إلى بروكسل. شكرا لك.